أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا هذا اليوم مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وأكد جلالة الملك المفدى خلال الاتصال تضامن مملكة البحرين الكامل مع شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية ووقوفها وتأييدها ومساندتها التامة لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها جلالة الملك عبد الله الثاني لحفظ أمن واستقرار الأردن الشقيق وصون مكتسباته ضد أي محاولة للنيل منها. كما أكد جلالته أن أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مملكة البحرين، وذلك انطلاقا مما يربط البلدين الشقيقين وقيادتيهما من روابط وثيقة وعلاقات تاريخية راسخة، داعيا جلالته الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الأردن وشعبه الشقيق ويديم عليهما الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لجلالة العاهل الأردني. من جانبه أعرب صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عن بالغ شكره وتقديره لأخيه حضرة صاحب الجلالة على ما أبداه من مشاعر أخوية طيبة وعلى مواقف البحرين المشرفة الأصيلة والداعمة للأردن وشعبه والتي تجسد عمق أواصر العلاقات الوطيدة وروابط الأخوية المتميزة التي تجمع المملكتين، متمنيا للبحرين وشعبها الكريم دوام التقدم والازدهار والرخاء.